في سبورة. البداية بالأخبار المحلية، أصدر مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة يوم أمس بعد أحداث الجولة التاسعة من مرحلة المراهنة على التتويج بلقب البطولة، وقرر في عقابه مالي توبيخ وتغريم هيئة النادي الإفريقي ب5000 دينار بسبب رمي المقذوفات في مباراته مع نادي صفاقسي. توبيخ وتغريم هيئة النجم الساحلي ب5000 دينار بسبب رمي المقذوفات في مباراته مع الترجي الرياضي. غلق المدرجات الجانبية الفيراج بملعبي سوسة الأولمبي وملعب حمادي العقربي بيرادس بمناسبة مباراتي النجم الساحلي والنادي الإفريقي والترجي الرياضي واتحاد بنقردان. وأخيرا إيقاف الجزائري حسين بن عيادة لمباراتين والغرامة ب5000 دينار، وذلك بعد أن أقصى الحكم نضال الطيف عقب إحرازه لهدف التعادل في مرمى الترجي من ركلة جزاء بسبب توجه بحركة غير أخلاقية. أعلنت الهيئة المديرة للهلال الرياضي الشابي يوم أمس عن إيداع الطعن من محكمة التحكيم الرياضي التاس بخصوص إثارة النادي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم، وقد طلب فريق الدفاع من التاس استعجال النظر في النزاع ثم القضاء لصالح هلال الشابة من خلال إلزام الجامعة بإرجاعها إلى الرابطة الوطنية المحترفة الأولى. وقد عبر فريقي الدفاع الوطني والسويسري لرئيس الجمعية عن ارتياحهم التام لأن حظوظ الفريق وافرة جدا في الظفر بقرار إيجابي يقضي إرجاع هلال الشابة إلى الرابطة المحترفة الأولى. سيواصل فريق الدفاع العمل خلال الأسبوعين القادمين لإعداد مستندات الطعن التي يقع إيداعها أمام التاس. تأكدت مشاركة النادي صفاقسي في كأس الكاف مهما كانت نتيجة مباراته أمام الاتحاد الرياضي المنصيري في الجولة الأخيرة من مرحلة البليوف، بينما بات النجم الساحلي مطالب بالفوز على النادي الإفريقي في نفس الإطار من أجل المشاركة في كأس الكاف خلال الموسم القادم. ويكفي فريق باب جديد التعادل العودة إلى المسابقات الإفريقية من بوابة كأس الكاف. ونذكر أن جل مباريات الجولة الأخيرة ستدور يوم الأحد بداية من 5 متاع العشية. أكد النادي الرياضي البنزرتي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن جلسته العامة الانتخابية ستدور يوم 24 جويلية المقبل بداية من 4 بقاعة المؤتمرات ببنزرت. أكدت بلدية سوسة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تقرر غلق المدارج الجانبية في مقابلة النجم الساحلي وضيف النادي الإفريقي لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة البليوف في البطولة بعد الأحداث المؤسفة اللي شهدتها كلاسيكو النجم والترجي في الجولة الفارطة. بدل الاختصاص من كرة القدم كرة اليد، تعاقد فريق النادي الإفريقي يوم أمس مع الظهير الأيسر لجمعية الحمامات محمد أمين الأخضر الملقب بمينو لمدة 3 مواسم. في التنس، تعرفت التونسية أنس جابر المصنفة الثالث عالميا على منافستها في انطلاق منافسات بطولة ويمبلدون للتنس. أنس جابر تبدأ مسيرتها في البطولة أمام السويدية ميريام المصنفة 128 عالميا بحثا عن أول ألقابها في بطولة التنس الكبرى، وذلك يوم 27 جوان الحالي بداية من 11 بتوقيت تونس. تأهل لاعب التنس التونسي ملك الجزيري المصنف 324 عالميا إلى الدور النصف النهائي لبطولة بيونس آيرس التي تقام على ملاعب ترابية من 20 إلى 26 جوان 2022 بفوزه يوم أمس على الأرجنتيني غونزالوس فيلانيوفا المصنف 291 عالميا بنتيجة 2-1، تفاصيلها 6-2 1-6 6-3. واصلوا مع ملك الجزيرة، حيث يواجه في الدور القادم المتأهل من مباراة الأرجنتيني خوان بابلو فيكوفيتش المصنف 168 عالميا وميريانو نافون المصنف 433 عالميا. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية تساعد جميع أنواع الرياضة على إحراق الدهون التي تؤدي إلى خسارة الوزن بشكل سليم، تقي من أمراض مختلفة كالسكري والقلب والتهاب المفاصل وألم الظهر، كما تحسن المزاج وتقلل التوتر والضغوط اليومية. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة فهم.